السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله الاربعاء نبداو الخدمة ديالنا ونتحركوا شي شوية. راه خصنا شي طريفات زوينين ديال العجل. خصنا واحد الطرف ديال الفخذ كان عندي هنايا بالنسبة للناس اللي كتبغي الطاجين كتبغي الحملة شي شوية. وخصنا عاوتاني واحد الطرف ديال القاطنة وشي ضليعات. المهم هكا باش ما تلقاو الجو سخون تنقطعوه بشوية بشوية كما نوريكم دابا. هانتوما هاد القواتنا راه مازال ما قطعتهاش. حيدنا هاد الطريف راه هو الحمد لله بهاد الشكل. هاد المورسو هذا هو الطريفات زوينين خصناهم ديال الله. وهاد الريشة هادي تا هي هادي خلاص الشكل. الناس اللي كتبغي الكفتة داك الشي راه ناضي رجيلة خيط تبارك الله داكشي زين سلي عنقية كاع. كما كنت هضرت معكم المرة اللي فاتت هضرت معكم على الأطباء وهذا المشكل ديال الأطباء وهادو اللي تيبروفيتو في بنادم وتيستغلو داك نقطة الضعف ديالو. شنقول لكم هاد الموضوع بغيت نهضر فيه ما بغيتش نهضر فيه حيت جيت نهضر فيه ندخل في واحد الدوامة عرفتي موضوع طويل بزاف صراحة. المهم خلاصة القول تنقول لكم متبقاو تشيقوا لا في أطباء لا حتى شي حاجة. عندكم شي واحد مريض ديو لهاد الطبيب قلبوا على راسكم عادي متبقاش دو من والو. فاش جيت نسول على الطبيب هاد الكلينيك فاش ديتو لقيتو قال لك عين الصابة ما كاين كينصبوا في عباد الله وكيدو لبنادم فلوسهم. المهم بنادم تيعريو تيصيفطوه من تما بالكريدي. هادي هي خلاصة القول. والناس السبيطار ديال المخزن صراحه فاش مشيت له لقيت الناس باغا تخدم على راسهم. والله الا دكاتره في الرويه باغيين يخدموا على راسهم. المشكل كاين في الطبيب ديال المخزن هو الامكانيات. ما عندهمش الالات بزاف الالات ناقصين ناقصهم الماتيريال باش يخدموا. ما صراحه تما دوك الاطباء ودوك الفن والله الا كيبغيو يخدموا احسن من الكلينيك ولكن الامكانيات مساكن ما عندهمش. بحال ريزون دابا كتلقى واحد طبيبه ستاجر كتلقى معاه فرمليات هذا تيخرز هذا. ولكن فاش تدخل واحد راه ما كافيش في داك المستعجلات والماتيريال ما كافيش. تدخل بحال نهار دات لابيلانس هزيت الاب ديالي تمايا عرفتي لقيت شي مضروب في راسو والقصايد لقيت طبيبه وحده ما كافياش والامكان والبايات كاين واحد تسنى فوق تيجي داك البايات فاش يدفعوا باش يمشي يديروا للبنادم الراديو ولا يديروا له السكانير ولا تبقى تنقل به كاين واحد اللي كاين على الاقل خصهم يكونوا واحد الخمسه ويكونوا في ليرجونس يكونوا واحد ثلاثه ديال الاطباء. واحد بوحدو راه ما كيعجبش وخا تيبغي يخدم راه تيتغلب. هذا الله يحسن العوان هذا هو اللي خلاني ننقل من ديك الساعه كنت ديال الوالد ديال الطبيب ديال محمد الخامس ديال المخزن. كنت عوا زعما تما يتعالج ساعه فاش ديتو لتما تنشوف الوالد الركبه ديالو كتشرشر بالدم والوالد ديالي فيه السكر كنشوفو غيتوفى وكنتسناو البايص. البايص قالك لا طلعوا شي واحد الكاتريام تسنا شكون اللي هبطو لكم الكاتريام. انا شفت عيت عيط لامبيلونس دوك صحاب لامبيلونس اتونسيون منهم حدوا راسكم صحاب لامبيلونس مول لامبيلونس تكون عارف الكلينيك فين تدي نتا الواحد. اتونسيون صحاب لامبيلونس راه كونوا كيديروا يديهم على الكلينيكات دوك الكلينيكات المدرحين اللي ما فيهمش فيهم غير دوك الشفاره ودوك الجزاره ديال بصح. هذوك يعني نتي يديك تيكون داير مع الكلينيك مول لامبيلونس يدير معاك حتى الثمن تيوصلك ولكن راه الكلينيك تيتخلص هو راه تيجد عنده واحد النصيب لاي كليان ثالث تما. بحال لك شي كورسي ديال الطاكسي حداو راسكم صحاب لامبيلونس. لامبيلونس تكون عندك معرفه وتكون نتايا عارف فين تدير داك الشخص اللي مريض. تكون عندك انت واحد تكون عارف الكلينيكات اللي عندك في ديك المدينه وتكون عارف الناس اللي غادي تدير. مثلا انت تقول له ديني الكليك في الكلينيك فلان فلاني ما قالكش له ديني شي كلينيك راه تيديك لذاك اللي داير معايا الكلينيك اللي عنده واحد السمعه كبيره. محتاجش يدور مع مول لابيلونس باش يجيب له الناس يجيب له المرضى. راه الناس يمشيو له بوحدو. هذاك الكلينيك باش تعرفوا راه داير يدو مع الناس مع الامبيلونسات وهذه وما تيدير. وعاوتاني ولاحظت واحد القضيه عاوتاني بالنسبه للمستشفيات المغربيه كاين بغيتي تتلاقى بشي دكتور ولا شي حاجه كتمشي عند دوك اللي خدامين تما دوك لي سيكوريتي وداك هذاك تيقول لك كاين الدكتور وكيبدا شي مفاوضات في الثمن. والله ما بغيتش ندخل في هذا الشيء هذا كيما قالوا حتى قال لي صافي بلا ما تحمق راسك نسى هذاك الشيء اللي وقع. المهم اللي تنقول لكم خلاصه القول حدا راسكم اتونسيون ما كاينش الثقه حتى في شي حد وحتى الحاله اللي يكون فيها بنادم خاص عيب يحاول يركز ويحاول يفكر ويحاول يعرف اش يدير. اخوتي راه هادشي هذا راه هادشي الصراحه اللي شفت راه والله ما كنت عارفه كاين في هاد البلاد والله. هادشي ديال السبيطارات اللي عندنا وهاد الكلينيكات
وكتكون مازال طبيب المخزنه كيفاش الدار تي 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 خبتو شنو كاين شنو كاين شنو كاين ما هذا ديال انت ديالك وخوتي يعطوك مع الجوج اللي يعطوك مع 12 ويعطوك بالخلعه دابا 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 جي الطبيب فاش تجي كتلقى شي تحاليل بعد الخلعه القلب ديالك شي سكتو لك والله الا تخرج من تما الا ما لقيتيش فيك شي مرض الحمد لله وشكرا وخوتي هذا الموضوع واقيلا غنسدو ما نبقاش نهضر فيه حيت تنقول لكم موضوع طويل بزاف وما غاديش نساليو منه والله الا موضوع طويل بزاف فيه الهضره ديال فيه الهضره بزاف ديال الحوايج كما قالوا لي حتى الدراري قال اخويا غير نسى عليك داك التخربيق صافي ما تبداش ندخلوا لديك الدوامه المهم اللي نقول لكم اخوتي من هذا المنبر اتونسيو اتونسيو وحدو راسكم راه ما كايناش الثقه ما كايناش الثقه لا في اطباء لا في حتى شي حاجه راه ما عندناش اطباء انا قليل بالخصوص الكلينيكات اخوتي جدك اول حاجه بعدا والله العظيم الا كان تيوقف على شي عمليه كالعمليه ماشي يقول لك راه عنده عمليه شنو نديروا له شنو نديروا له نسبه النجاح ديالها احنا ندخلوا لا تيجي عندي تيقول شوف هاكي كيهضر معاك الطبيب راه عنده عمليه الا دارها راه غادي يقدر يمنع يقدر يمنع ولا ما دارهاش راه غادي يموت وشحال هاد العمليه هادي تيقول ما تقولوش انت شحال ماشي خليك تدخل معاه كاع تسول هو تيقول لك تقول بعدا تيخلعك هو الاول باش يحطك ماشي تيحطك فاش تيقول لك اختيار تخسر الاختيار واحد اللي كتختار تيقول لك شوف راه العمليه راه بجوج المليون واش عندك الفلوس عندك جوج المليون ولا ما عندكش عندك الا عندك جوج المليون نديروها له ما عندكش اخويا سير دير للسبيطار ديال المخزن كتقول له المهم انا ندبر تيقول لك شنو دير عطيني اخويا النص والنص الاخر على ما تدبر فيه هاكا تيهضروا معاه بحال تتباع وتشارى في شي حاجه والمهم الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء نشوفوا تنعيا ورا الموت واحد الاسباب متعدده وقضاء الله وقدره المهم دابا نتوكلوا على الله ونخدموا ونساو كما قلت هاد الدراري نساو هاد الموضوع هذا ما بقاش نجبدوه كاع المهم اللي نقول لكم انا النصيحه نقول لكم ما بقاش تثقوا خوتي ما بقاش تثقوا في شي حتى الاطباء راه ما فيهمش الثقه ومن الاحسن الاحسن تسولوا تكونوا عارفين قبل تكونوا عارفين فاش تبداو تهضروا هكا مع اصحابكم تكونوا كون عندكم واحد التجربه على الكلينيكا الزوينه عندكم في المدينه ديالكم والاطباء هذا ديالاش هذا ديالاش تكونوا عارفين يكون عندكم شويه تكون عندكم واحد القدر وحاجه اي حاجه بسيطه كتحقرها كتوقف عليها شي نهار قسما بالله الا هذه من الحوايج اللي لاحظت حاجه بسيطه حاجه ماشي كنتي تهضر على الطبيب انت ما كتسوقش راه اي حاجه تيتهضر عليها خصك تدخلها لراسك ها توقف عليها توقف عليها فا اي حاجه فرماسيان طبيب ممرض اي حاجه توقف عليها توقف عليها وخوتي فاش وقعت الحادثه لقيت الناس صراحه صحابي والدي كتوقفوا معايا لقيت العائله ديال الوالده اكثر العائله ديال الوالدين حتى هما صراحه الله يعمرها دار ما دازونيش ومازال دابا تيسولوا فيا صراحه الله يعمرها دار من العائله ديالي حتى هما من العائله ديال الوالد حتى هما ما نكروش صراحه حتى هما كاين الناس اللي وقفوا معايا وكاين الناس اخويا تفاجئوا التصرف ديالهم وسدوا الباب بوجهي والناس لاباس عليها وعندها وسدوا الباب بوجهي ما تيبقاش يقول لك دا نسلفك ولا مصاب غير يعيط لك مصاب غير يجاوبك غير يجاوبك يقول لك اودي راه سمح لي عيطي والله الا الدنيا اللي خاصها رزقو هذاك واش تحكم فيه يعطيك الصحه راه ما يمكنش ابن ادم غير يسمعك الهضره ما يبقاش سمو انت ميك عليك فهمتي غير هضره معاك قول لك شنو كاين شنو كاين اخويا راه كل واحد والمشاكل ديالو عارف كل واحد والظروف ديالو وتحيه لكم اخوتي فيما كنتو وسمحوا لنا على هذا الفيديو هذا وهادشي اخويا اللي كاين هادشي هذا علمني بزاف وضروري خصني نهضر فيه والمهم تحيه لكم فيما كنتو شكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على شكرا بزاف على الناس اللي تسول وتسقسي تحيه لكم وما مشى معكم باس والتوام لله انا لله وانا الى راجعون والله يرحم ويغفر لجميع الموتى المسلمين يا ربي ويدخلهم في فسيحة جناتي ان شاء الله ويرجعوا في الفردوس الاعلى وتحيه لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله نحاولوا مره اخرى نديروا شي حاجه اخرى المهم بلا ما نبقاو نجبدوا هذا الموضوع مره اخرى طوات الصفحه هذه بس هذا يجب نديرو هذا راه خصنا ما عرفتش شحال من الحلقه باش نكملوا هذا الموضوع هذا المهم انا راه صيفط لكم ميساجات حتى نتمنى تكون هذه الميساجات فهمتوهم مزيان وتحيه لكم والى اللقاء شكرا خوتي بزاف تحيه لكم الله يعاونكم.